قضية أعمق بكثير من بطاطا ودجاج. قضية متعلقة بأن الدولة تمنع الاستيراد وهي لا تستطيع أن توفر ما يستهلكه المواطن. تفضل. شوف أنا أولا الأستاذ الفاضل نشكر على المداخلة نتاعو. عندي توضيح فيما يخص الدجاج، وحنا نسموها اللحوم البيضاء. صح. لازم نعرفوا حاجة، أنه في الجزائر عندنا زوج أنواع نتاع المربيين. عندنا مربيين تقليديين اللي هما مساكين يخدموا إلا في الشتاء وين يكون البرد، لأنه المنشآت تاعهم ماهيش عصرية، وهما اللي نافعين الشعب الجزائري العام يدور. وعندنا مربيين الاكسترا مودرن، يعني عندهم دي زونغار تمشي للمقاييس الدولية والعصرية، هما اللي يخدموا في الشتاء والصيف. هذوك التقليديين مساكين ما يقدروش يخدموا دركا، لأنه يجي الريح السخون، تجي سخانة تقتل، هذوك يريكيلوا فيها. في هذا الشهرين يبقوا إلا ذوك اللي عندهم المركبات الكبرى، اللي عندهم المركبات العصرية، يتحكموا في السوق كما راهي اليوم. أنا نطرح سؤال، عندنا ست شهور ولا أصحاب الجيج باعوه ب 12,000. 12,000 لكن هذا هو المشكل. اسمح لي أنت الآن لما تقولي قبل شهور باعوه 12,000، هذا ما هوش حاجة مليحة، هذا مشكل. هذا لأنه خسارة. هنا تفهم، اسمح لي الحاج، ما تفهم باللي ما كانش اللي يحكم في السوق. اسمح الدوله ما تحكمش في السوق، مش مضبوط. دركم نقول لك حاجه، ما كانش ضابط، ما كانش لا اسمح لي اسمح. شوف لازم لنا نكونوا منطقيين. الاستاذ الفاضل واش قال كلام صحيح. اليوم نروحوا للانفستيسمون، اليوم الاستثمار، اين هما المستثمرين اليوم اللي نورمالمون عندنا مستثمرين في التبريد النيجاتيف؟ وراو عارف شنو هو التبريد سولو فروا نيجاتيف، يعني اللي خاص باللحوم ولي بواسون كيسموهم الاسماك. اليوم انا اليوم الدجاج اللي خرج ب 11,000 و12,000 و13,000 وخسر هذاك المربي. لو كان كاين هذا المستثمرين في التبريد يدخلوا ب 17,000 ولا ب 18,000 ويدسوا، اليوم عندما راهو كاين حب يطلع يخرج ويزيد غير مبلغ معين والناس قاعده تاكل. ولكن اليوم يا اخي نطرح لك سؤال، واليوم ديروا انكيت ابروفوندي، ديروا تحقيق ميداني. القطاع الفلاحي ودائما نقولها، اقفز على بعض القطاعات اللي لازم ترافقوا. هرب على التجاره، هرب عليه، هرب على التجاره. نقول لك علاش هرب عليه. او الاخ قالها وهذا يعرف خير مني التجاره، قال لك رانا نديروا اقتراحات وما يمشوناش. إذن اليوم الخلل مش في الانتاج، الخلل راه في التوزيع. طيب الان السهام موجهه للتجار. راح نتكلم معك سي سفيان لكن بعد الفصل. مشاهدينا فصل.